القادة الإطار مجتمعين من عدا السيد المالكي يعني، وهذا اللي راح يجلس في الحوار الوطني. وسيكون هناك لقاءات جدية في خلال هذا الأسبوع اللي بعد محرم. مع منو؟ وسينعقد البرلمان. نعم سينعقد البرلمان. مع صدريين؟ طبعا سينعقد البرلمان هسه في مكانه، وسيكون هناك عقد لجلسة البرلمان. وسيكون هناك تغيير في قانون الانتخابات، وسيكون هناك تغيير لمفوضية الانتخابات. وستكون حوار وطني يجمع جميع الأطراف السياسيين. تقول لي شلون راح السيد الصدر متشلف بالساحة وما أعرف شلون وما يخليها وما يخلي أحد يطب؟ صح. أنا أقول لك هذا اللقاءات الأمم المتحدة اليوم مصرة على أن يجد يعني حوار وطني مع الجميع. مشكلة إقليم كردستان والتظاهرات. أوفك من الأمم المتحدة، بس قل لي السيد المالكي يقبل لو لا؟ نعم 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 يقبل، جميعهم يقبلون. ما ظل تشوف باوع باختصار حتى أروح لسيد القصاب. نعم اليوم العملية السياسية وهم على يقين، جميع الكتل السياسية اليوم على يقين إنه العملية السياسية في خطر والنظام الديمقراطي كله في خطر. حلو. وهذا هم على يقين من بعد الانتخابات، ولكن أقول لك على شيء مما سيعجل في الجلوس على طاولة حوار وعقد جلسة البرلمان وتحديد موعد الانتخابات. أولا تظاهرات كردستان والضغط في كردستان. واحد. اثنين هناك كتل سياسية بدأت تتململ من الوضع وتقول لك احنا ما راضين على الوضع ويجب الاستعجال في عقد جلسة. ثلاثة جميع الأطراف السياسية هم على يقين تام إذا ما تعدل الوضع السياسي سيكون هناك فوضى في الشارع. وأربعة النظام الدولي الممثل يعني المتمثل بالأمم المتحدة يدعو إلى حوار وطني وهو قلق من الوضع العراقي.